البيضاء ولحظات وانطلقت الى الجياد في شوطها السادس على جائزه خليفه بن عبد الرحمن بن بديع يرحمه الله من اهل الدرعيه واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط لجياد وفراس المستورد عمره 3 سنوات فاكثر التي لم تكسب والتي كسبت من سباق وحتى 3 سباقات يقام على مسافه ال 1600 متر قيمه الجائزه 54,000 ريال. وصدر لنبهان الان في المركز الاول متابعه من شارده في المركز الثاني وايضا بارنستورم في المركز الثالث. وصدر لنبهان الآن متقدم في المركز الأول يتابع أيضا أو تتابع شاردة الآن من الخارج وأيضا محاولات من قبل بقية الجياد في هذا الشوط وأيضا محاولات كوجو المرشح في هذا الشوط يقترب الآن إلى المركز الثالث والرابع لبرنستورم الآن. والصدارة أصبحت لشاردة الآن في المركز الأول. كوجو يقترب الآن في المركز الثاني وبدأت تقترب بقية الجياد أيضا في محاولة للحاق بأصحاب الصدارة مع اقترابها من دخول المنعطف الأخير والطريق المستقيم باتجاه خط النهاية. وشاردة وكوجو تنافس ثنائي على اختطاف الصدارة في الأمتار الأربعمائة الأخيرة. كوجو وشاردة كوجو وشاردة التنافس يشتد في الأمتار الأخيرة كما تشاهدون تنافس ثنائي وكوجو ما شاء الله الآن ينفرد بالصدارة وتقدم أيضا قوي من قبل بقية الجياد كما تشاهدون. أنا معك محاولات لأخذ الصدارة أنا معك وأيضا عزوز ودخول على خط النهاية. إذن أنا معك لإسطبل الخليبس يحقق المركز الأول وعزوز